يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيقتاي وعين كجرني باب كيل حاد أين كجرني في بداية سبب وغدني وترتيبه مرنوا أسبابها نفله كوانتقالاني مرنوا إليس حقا لقو أقذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجرني باب كيل حاد أين كجرني في بداية سبب وغدني وترتيبه قول الشيخ رحمه الله تعالى فإن كان لابد حدين لغا مرمان يتاي لطالب العلم حدين لغا مرمان يتاي من الكسب كسب دون لغا مرمان يهي أو حدو إلهي سقود رغفقا ديو عدو حسيسا أو نفقيسا ديو إنو مركا طلب العلم يهي علم يدون تاقي سيء تفرقا ويغبا هنتي نحلي كرا قف با دي والدي يعيد قرابه ونو لو وحسين إيسا أي جري كرتا دي قفنا وحي دعا إيسا إينا نمركا وحكا لي يعيدو كتير سمين دمانو هينين بكا قفك إيسا دي إلهي سيميلو كتير صدو إنو إنت وقتي يجانس كبنني لدي هين وقتي إيسا كبا إيسا ونكسن فإن كان لطالب العلم من الكسب فإن كان لابد لطالب العلم من الكسب حدي طالب العلم ولقا مرمان يحي كسب محو كسبيا لنفقة عيال عيال كيسة نفقة ذودة وغيره يغير كودة مثلا هداد والد كاي وكالي دي عاد حيساء معيد كودة قرابة دي وادو قاد نفقين يصول فليكتسب هكس بضو أول لغن مارمان ويا النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود قفك واحد دنبي أقفلا إنو حليه إدي أقودين إيه وإنه نشغي سوحنا برتا جامعات بانك قبنا يا أما خروج بانك بحيا أما ميل كرايا كتك يا أريوان مساريب دو دي ميل صارين وحكرا ما هتاسي ودنبي دنبي وي مركا فليكتسب هاو كسبضو أو هشغيسو وليكرر هنا الرعضو أو عشر كيها أغرسو ولا يكسل يان وهسننا وليس لصحيح البدن ومسونا ان قفك جيرك صحيحها والعقل عقلك سر مرك صحيحها والفقير بين صغير عنس اي حتى كيف غير كها عذر عذر دار ومسونا في ترك تعلم وتفقه علم جبرشدي سر كتي تفقه يفقه يدين فهمتي عذر دار وكتك مال ولبد علمي دي علم الحال كاها فرض العين كاها طلب العلم فريضة أن كغصوا هذا اللي بعين فإنه لا يكون من نقول يا أفقر متكف غير سمين أبي يوسف أبي يوسف متكف غير سن من نقول أيوه ولم يمنع ذلك من التفقه كاسر أمديد أبي يوسف إنه تفقه يمرك وحبر شو يمرك فان حق الدين ده يفقه كسر أمديد ودوات إنه صوت الماني يعني علماء تاريخ السير الذهبي والدسير أعلم إنه ولاقة وكسورني إنه مركا أبيس كفقيرها أو مركا دكان يروا لها يا أبو حنيفة وحسين جريب الله إنه هذا يعني حكاية دي كلنا وات إنه سومر إنه مركا أقول نمه يدي أي كسو كريسيو نين مركا قصار وكوان مريح عدي مركا إنه يوكسو حقهره
markii dambe ee diinta u tafarruqay deysay ba qaadi qudad min qaday laakin waa xilliga hore Abu Hanifa wax siin jiray ba la yiraahdaa walam yamnu dhalika min tafaqquhum diidin faman kaara lahu maalun kaseerun min kiya dawa xoola badan ay usbunaadeen fa ni'mal maalu salih maal ka wanaagsanaaday ayaa ni'mare faman kaara lahu maalun kaseer ka waxa lagu oranayaa fa ni'mal maalu salih maal wanaagsan baa wanaagsanaado fiicnaado dhulul saalihi nin wanaagsan usbunaaday halkan wuxuu ku ishaarayaa حديث إمام أحمد بن حبان صوصاريان يطحاوي سنة كي سنة التصحيحية نبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أي وعقول يا عمر نعم المال صالح للرجل الصالح وحن نعمله هو ناكسن عمر مال وناكسن حلاليا مال وناكسن لا يكسب ذي حقوق ذي لأقوذي للرجل الصالح نو وناكسن صالحنا وحى الله إلى هذا أدون مرق وحق إلهي حق أدون ماذا بك صبحه يا عبد صالح الله إلى هذا ويسقنا المنصرف في طريق العلم يقول ما لك سوي علم يكب حيا وضدي علمك قاسي أن نعمل هذا الأسنة هذه قيل لعالم وحى يقول بما أدركت العلم علمك ما حيات كقادي قال وحري بأبي غني أبي غنية وحول له لأنه كان يصنع به وعقو سافري أهل العلم والفضل بيقو سافري فإنه أصاب القاسر أصاب زيادة العلم وأصاب علمه كرده لأنه شكر وشكر يم هدنق على نعمة العقل والعلم وقم هدنق يم وهو سبب الزيادة وأنا الزيادة سبتين وعلى يا شيخ قيل لعالم إن عالم وحلقوني بما أدركت العلم وتنهرنا غير هرنا وصمرني waxyaalihi markii qofkan caawinaya cilmiga iyo barashadiisa ku caawinayo midba dhinac ka eegaya qaal wuxuu bi aabin gani aba gani ho maal qabeen ah oo waliba maal qabeen ulana hayne deetiya inu soo tilmaanay xagga dadaalka iyo dabqa saddex baa loo baahan yahay waata inu nin Soomaalidu waxa ilaadeen quraanka de waxa lagu bartaa afar wiil qeyla dheer aba quure ah ama wax quuraya ama yaani waalid quuraya ama aba quuraya iyo islaan qalqaaliya iyo macallin qaariya islaan markaa saawu daba taagan markaa ilmaha ugu daba jirta iyo abade wixii looga baahdaba quuraya iyo wiilka qeylada dheer markaa isagu la de kaga sanaarinaya iyo sheega qaariga haddii qeyladii markaa u dhacsan tahay ayaa quraanka lagu bartaa markaa wuxuu leeyahay kana wuxuu iyo sanicu أي يحسن به غني ولا سبب هذا وح جس فلجري أهل العلم والفضل دت يا العلم يا الفضل يا جس فلجري فإن إحسان قال سبب زيادة العلم وسبب زيادة علمه هو خرده لأنه شكر على نعمة العقل وما هذا نق لو قم هذا نق نعمة عقل هي علمية وإن شكر قال لو قم هذا نق نعمة عقل هي علمية أنا سبب زيادة وأصحاب النعمة كزيادة ملك سيشوكتو لا إن شكرتم لأزيدنكم إلهي ما وعري هذا ما هذا غدا والدي زيادة دولة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وعري إنما أدركت العلم وحن كجاري بالحمد ما هذه والشكر فكلما فهمت شيئا من العلوم مركزهم فهم ووفقت الله وافجي على فقه وحكمتي قلت الحمد لله يا رضي فزاد علمي يا قد تركرني وعلى يقيل وحل قال ابو حنيفه ما وحو يري انما ادركت العلم انت لو ويدي علمي وحن كو غالي بالحمد لله تعالى ما ادق الله ما ادق وشكري يسوي نغ شكر نقو فكلما فهمت مركز سوء فهم وحلمت كمدا ووفقت ووقفت نزغر كود ان استلت اغون حريرو اما وفقت لي وافجيو الى يعقس لي وافجي على فقه وحكمه فقلت عليه الحمد لله ما هذه الاهل والصلاه فزاد علمي يساس اي دبده كردي وعق سمر يا قف كسوين معه يسر الهي وين ما دقا او مسك الى لي اعجابك يا اسليابد يا مره انه صفق الى هذا وهكذا اساسه قال ينبغي لطالب العلم وحوابون أن يشتغل إنه يشتغل بالشكر ما هدق باللسان وكما هدق والجنان قلبك والأركان حبنها والمال يمالك
ويرى الفهم والعلم أول كفان جي علمي والتوفيق يوافجد من الله تعالى إلى حق سيري كاهاتي ويطلب الهداية من الله تعالى هداية يهنون الله كدور مقدو يبدعى إله بريه وسقبريه وتضرع إليه ينسل لقسمهم به فإن الله تعالى هاد من هنون وإي من سادوك هنون ويديسا فأهل الحق دتك أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة طلب الحق من الله تعالى بيكضل بين الحق حقها المبين حق عديني الهادي هنوني العاصب إلى لي فهداهم الله إلهي بهنوني وعصمهم عن الضلالة باذذين إلهي وكبد باذي وأهل الضلالة هو باذي وهل كاهنة أعجبوا بالرأيهم رأي قولة لقوا عجب قلي وإليا من عقلهم وطلب الحق نوحي كثر من المخلوق العاجز وهو العقل لأن العقل لا يدرك جميع الأشياء مهر إلى كلب صري سأرقوك فإنه لا يبصر معرك جميع الأشياء فحجبوا ولقى حجابي أولا يسكوني ساقي مركا حقي وعجزوا وعجزين وحبوا كريوايين وضلوا والمين وأضلوا أيقول الددك والمين مركا وحشاق الله رحمه الله تعالى وهكذا أساس صكر أي ينبغي سذا مركا دي أبو حنيفة يلقى سوكوريي أي ينبغي وهبانت لطالب العلم قفي علم قدوني أن يشتغل إنه يسكو شغليه يسكو ما شغليه وقتي بادن كبحيه بشكل إنه إلهي وقام هذا بلسان عربك والجنان إيا قلبك إيا مسكحة أو كوكا هذا وحن مركز إلهي سيئي إنه يوحي لهي حقي سكسيه والأركان يحبنها ودوحة وفامي وكل رقمه مركز إلهي داعدي سواء يحبني سينا والمال يحولها بوائن وقوم مهدنغا ومركز دي فقرة وكل صدقة يستع ويرى الفهم وائن اعتقاد يرهم يا فهم كانوا فهمي والعلم يا علم يا مركز يا شيء والتوفيق يوافجد لوافج من الله تعالى إلى حق سينا كاتم ملك لينا نكيرني إلى هين وافجي ويطلب وينو دور الهداية من الله تعالى هنون إله وينو كدونا بالدعاء له بريو إله بريو وتضرع إله يسر لكم فإن الله إله هاد وهر من ساداه من طلب منه الهداية إله وقارسين هنون كأي علم كأي وحدوري فأهل الحق أهل حق وهم أهل حقنا أهل السنة والجماعة وكوي السنة النبي وهلكاها والجماعة يود الشركة يمدن وذا يكون مدوين سنة النبي طلب الحق من الله تعالى إما يقول يعني مرجع أهل السنة والجماعة تلماما يان أيه وحي ويقانا أشاعر يما تريدية أيه ويقانا أهل السنة أنا إدلاقية فربدا أيه لا يهي ده مر مركا ده مقابل وحي النقطة مركا الشيعة أي النقطة مركا غير خودنا ده وح لقول لا غير لا غضبت أي مركا وأهل الحديث جي يسرف جاء يا لقول لاقا قل يا هنم مرر عند باء يا إسكود لاقا مركا السنة وحيان مركا عقلانين هين بهد اللوجة شيء ده إن عقل يا مركا مصر خديجين طلب الحق من الله تعالى إلهي بيخدر من الحق اللي حقها المبين مركا عديني حق الهادي هنوني العاصمي إلى ريني الله حاس أي مركا حق خدونين يعني بادي ذا حق دينك هنوني فهداهم الله تعالى إلى هوا هنوني وعصمهم عن الضلالة بادي دين إلى هوا كبد بادي أمي بادي أمين وأهل الضلالة هذا الضلالة يا بادي أكوية الكوية عجبوا برأيهم رأي قوذي بأعجب قليو رأي قوذي أي ليابين وعقلهم يعقل قودي وطلب الحق وحي كدور من المخلوق العاجز وحي إلى هيئة بري عاجز وهو العقل عقل يبي كدور ودي نمنجي معتزلي مركا عقلانيين دي مركا عقل يكي يلي دي مصر إنه مركا نقل يكون رئيسين يي قرآن كي السنة مركا عقل يكون رئيسين يي مصر مركا وحلية قاضن عقل يكسو قاضي حق مركا عقل مخلوق عاجز عقل يكون كدورين وهو العقل هيا لي هو عاجز مركا وياه لأن العقل لا يدرك جميع الأشياء أشياء ودن محل يرو
وما قبطه كلب صار يسعر وكل أرق قل مدي والله يبصر وشنا على شاء وهو البمارك وقدارك هو يكبد ما يمارك عقلي نوصاص وكره فحجبوا دبيتنا مركا حقي أيها لقيه حجابي وإلهي قرشيزي حقي قرشيزي أيها لقيه حجابي حجابي يتدبع لقيه حجابي وعجزوا وعاجزين قرشيزي وضلوا والمين وأضلوا ذاتك كلنا والميين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيلي وهذا الآن انت بدن سوداني دقين العاقل من عمل بعقله عاقل وحل إلى ذاقف عقله سقر ما والعمل بالعقل أولا أن يعرف عجز نفسه وإنه قرط عجز نفسه وحلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العاقل من عمل بعقله عاقل وحل يقف عقله قرق ما وأنا أصل مره قال رسول الله يقول لكن أصل لا يهي أمسونا شو نبي محمد كسو يمتلو والعمل بالعقل عقل يكون قيسنا أولا أن يعرف وإنه قرط عجز نفسي عقل جواينا تكون قرط عجز النفس هذا إيو إن هذا مركب وحول الله ذو قاري إنني أي تاي وحيك إن هذا يكسده قاسته نسخ غاركوس سيد دار من كثير نسخة يذكر الغافل من عمل بغفلته غافل واقف غفلة دي ساس مركب يسكت صعداء كعمل فلا أيوه لكن حديثك كدقي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهين وعري من عرف نفسه نفديس قرطا فقد عرف ربه وربه وقرطه فإذا عرف مرقود عجز النفس وعقله نفديس عجز هذا يتبردر هذا عقله يتبردر هذا عرف قدرة الله إلهي قدرة ديسة أيو قرنية ولا يعتمد على نفسه وعقله مع سكره بل يتوكل على الله إلهي متاسرنية ويطلب الحق من حقا يسوي كدوانيا ومن يتوكل على الله إلهي كترسلتنا فهو حسب إساءه كفرا ويهديه وحنك وعلنينيا إلى صراط مستقيم كتوصا أيان إلهي وكهرنينيا وعشاق الله رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه قفك النفدي سقرتا النفدي سمرا قرتين أي تايمي تبردرا مد أن وحبوقين مد ضعفية مد فقيرة مد ضمانة صوت من إيسا ربي أي مركة قرانا فقد عرف ربه دين إلهي ملك كليدا أبو رها أودل غنيا إسوق مركة هرية إنه يهيب أغانيا حديث كان ولقال رسول الله من عرف نفسه فقد عرف ربه أبو مظفر السمعاني قواطع الأدلة وحو كيري أسأل الله يهي مجلو كما سقنا النبي حال النبا واللفظي لقور من يحيى بن معاذ الرازي نكاس أيال لقوره شخصان من الطيمية أي وعري ليس هذا من كلام النبي هذا لكي النبي كامي ذها ولا هو في شيء من كتب الحديث ولا يعرف له إسناد كتب الحديث قال ميلو كقسو يمجل السند نمرها إمام النووي ليس بثابت متسوغن معها شيخ السيوطي نيسقنا وحاب الرسالة كل يهيو القول الأشبة في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه أي أبو يسنى الرسالة كل يهيو هذا الحديث ليس بصحيح أي يسقنا الباني ما يسقنا سلسلة الحديث الضعيف والموضوع وأثرها سيوء في الأمة سيوء كل لا أسأل له وأسأل لا يهي مجرته ولما وحسين راعنا إياه أيضاً علماء المحدثين دي جابده ده هيدا إساء وغور همين أيها هدنا قولاً فقه هذا المتاخرين دي حنفيده رسالتنا نوي مركة حديث كي أكو شرح أيها أنا يواركي أنينو سوغي يهي أيها مركة اللي هنا يكو شرحان تاسنا وحي تسينا إساء يعني دي سيدة مركة أحناف دي سيئة لو قلت الأمر بضاعة دو وأكو يرتي حق علم الحديث كي أيما مركة دليلو تايو تسينا إساء فإذا عرف مرقوة هذا وقفه قرطو عجز نفسي نفديس عجز قاذ يتبردر هذا مره قرطو عرف قدرة الله إلهي قدرة ديس أيو قرن إلهي قدس ولا يعتمد على نفسه مع عسكر أيو وعقله يعقله إيسا بل يتوكل على الله إلهي متلاص الرياء ويطلب منه حق أبو كضلب ومن يتوكل على الله إلهي كتلاص أرتانا فهو حسبه إلهي ساكفل ويهديه إلى صراط مستقيم وحنو كهنونين يا كتوسن أيو كهنونين يا
ومن كان له مال قبقى طالب علمي يحول وسقنا ذين فلا يبخل يكب خيل وينبغي وحناب أن يتعوذ بالله من البخل إنه بخيل لما كان مغنقله. قال النبي عليه الصلاة والسلام عيني أي داء عذر كبا أدوى وكح من البخل عذر كبخيل لما كحمي وكبا. النبي يقول صلى الله عليه وسلم معنا عذر بخيل لما كحمي مجروه. وعلى يا شيخ ومن كان له مال نقف يا يحول وسقنا ذين فلا يبخل يكب بخيل وأن مرقى علمي ولاج خير يكب بخيل يكب بخيل وينبغي وحنهب أن يتعوذ إن مغنقل بالله من البخل إلهي بخيل وإن كم مغنقل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مغنقل إجري حديث يا إمام البخاري ورني اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل إلهي وحن كان مغنقل يا فلين ما أن مرقى حق كفل يوم وحن كان مغنقل يا بخيل نمو أن مرقى كب خيل وحي واجباتك بحنتيسة بركاسه وري قال النبي صلى الله عليه وسلم اي داء عذرك يا حنون كباد وكحم من البخل بخيل معناه مجرو عذر يا حنون بخيل ما قدرني حديث كان اسقوا موقوف ابو بكر كتاغن امام البخاري في صحيح كسو صارين اسقوا مرفوعه امام البخاري ادب المفرد كايو قصه الماء يكسوري وأنا مركا حسن ما لقوت مع جابر بن عبد الله أيام لقوا ورينا إياه ورسول قال وعلي من سيدكم يا بني سلمة ورسيت كين وعيه مركا سوى علي جد بن قيس على أننا نبخله نيجا جد بن قيس الله يلا هذا وعي لكن بخيل ما نقوت للنبي نيجا سان نقض لكن وامد حقي كعندي قضية مركزا وقال وحر وأي دين أدوى من البخل وبخلت عذرك كحو من ذلك الذين انسقى نسيد ونوم دحو ونوم دحنا أترى ذلك كاسا نوم دحا حدنا وبخيل ووحاكو شيك لأي عذرك كوين بخيل نما كحو مين محوية هاي بل سيدك عبر من الجموح ورنك عبر من الجموح ونين ديغ سياها ورنك كاسا مركا إذين بقرة مركا بخيل علمي يميل نبا مدحكم النقضة. وكان أبو الشيخ وحى الشيخ أبيه الإمام الأجلي شمس الأئمة الحلواني رحمه الله فقيرا يبيع الحلوى وحى أن فقيره حلوى الدئيبية وكان يعدي الفقهاء من الحلوى فقهاء أي حلوى وحكى السينشري ويقول عجب ادعو لابني إنك يدعي فببركة جوده دغ سنمدي سابركده واعتقاده اعتقاده سي وشفقته وتضرعه الى الله تعالى اي نال ابنه غاري ما نال وحي غاري ميرنكيسو هلكا كو غاري وحوله يا شيخ وكان ابو الشيخ امك ابو الشيخ شيخ ابي ويه ني شيخ ابو جرو عالمه ابو الشيخ ليراهو او كتب حديثه مهم عليه كا هدا لغما ودو وحا لقودا أبو الشيخ الشيخ أبيه شيخ الإمام على جل شمس الأئمة الحلواني شيخ مقع على هايين وترجمه دي صنعه روصة مرني أبيه وحوا فقيرا انت بضان يعني يددك علماء الدين أما الدنيا ملك قاري فقري بي مركا وحكو صبرتين نين ديرك سري وحما ما برتو ما نشقيصه مرة دو ديرك سي علو شو بحضو نلعو الباقي كتالو وحنا بران ما ايو وحنا شقيسان ما ايو وحاسو ما هدو بربرية مركا اللو قد انتو مركا وحوها فقير بوها يبيع الحلوى حلوى دا ايو ايبين شلو دا وحالك مركا اسنا تيبو كسير دا حليو وحالك حلواني مركا نسواس اي كتبين وكان يعدي الفقهاء من الحلوى وهدواني فقير وباهن وحو يبين اي بضاعة سويتين وحلوى داير لكن وكان يعدي الفقهاء من الحلوى علمي الفقهاء هذا هيدا مرقى علمي فقهي لهيد أيو مرقى حلوى دا وحكى سنجري ويقول وحنك ادعو لابني إنن كيك ادعي إنن كيس المرقى شمس الأئمة الحلواني نيكن مرقى ضمد شمس الأئمة والله قوي من مقع عابي إيه عالمك وين مرقى حنافضة النقضي أيو أولاني ادعي
فببركه جوده جودك سيد سنمديس وحي راي وحي مركا وكغا ديقي واعتقادي اعتقاد قاو رميسن يحي دعاداس يا احسانكا يا وناغا ان مركا ميل لو غاريو وشفقتي يا نحريستيسا وتضرع عيونا لابنه كغاري ما نال مرتبه سره او مركا علمي يقون ديغري تاس يو كغاري ويشتري بالمال وحكيم سر الكتب ويستكتب وح مركا ان لو قرا عدسن او فيكون وح نقن مركا عونا على تعلم وتفقه من وكالمي فقد ذكر لمحمد بن حسن رحمه الله مال كثير حلف رمضان بولها حتى كان له 300 صدح بقوله من الوكلاء على ماله بولها وانفقه كله في العلم والفقه بكبحيه ولم يبق له ثوب نفيس مرونا اكسن وما صهر فراه ابو يوسف في ثوب خلق مربالي ابو كوري فارسل اليه ثياب النفيسه مريونا اكسن بودري فلم يقبلها ما اقبل فقال عجل لكم اذك والدي سود دجيه واجل لنا اننا وانا لو دبري ولعل وحا لغا يابا انما لم يقبلها ان اقبل وان كان قبول الهديه سنه ماضي ولما راى وحو اركي أن في ذلك مذلة لنفسه إن يقص أنت هاي نبدي سمذلة إن يقص أنت أيد لين أيو أرك وعلى شاق ويشتري وحو ناقص إنه بالمال الكتب وينبغي أن يشتري طالبه يا مرقى دي حولها هيسا وحو ناقص إنه مال جيس الكتب كتب تكوي بسدو ويستكتب او مركا او طلبو ان كتبتي لو قرا انتو يعني عيد العكسي انو لا يقرا لمن وراقين لا كتبت قرا جري لحين اللي قامت بعاه هذني كتبت اني ما جرين قف وليس قعدتيس كو قرن جري اما يعني قف دك وراقين دا وح قرو لعق انتو سيابو اني يقر مركاسا على حاشي لا يابا حاشي او يقن مركا يرا دي انو مركا كتابك با انتا سو لعق ان لا كوبي كرين كو كعو فيكون وحو نقر يا مرقا كاسي عونا على التعلم وتفقه داوي لان علم كتبتني والذي علمي يا اسباب تيسي مرقا هدي ارد مرقا ما عنده هو بيسلم يا دغالمي كريسا يعني هو هبكي دي قفقا متعلم غير عالم غير كتبته مرقا فيكون عونا على التعلم وتفقه وقد كان لمحمد بن حسن وحوسنا مال كثير حولف ربضا اي اوسنا يولها محمد حسن الشيباني حتى كان له 300 من الوكلاء الا يوسف هذين صدح بقوله وكيل على ماله كل مساله المبالغه كسغن يعني صدح بقوله وكيل انه يشو يعني حلقا ومساله رندي مبالغه فربضا اي كسبيين او دي واخا كلو انو تحقيجين يرا اي نان هينن ادو خوله فربضا انو بو حابين كقبسلينا وانفقه كله في العلم والفقه دمان دي لو علم كبخيا خوري دما علمي يفقه ولم يبق له ثوب نفيس مر النفيس وقروح بدننا وقم يصهرين ده علمي ومركا كبحي حوله ما انت واكا الى يومنا اذين حينو الا اخر سنه يو اين مغيسا انه هلكا قدعين رحمه الله ان الله نحرس انه لا يرهي لكن هدو حرقون لها او غريغه او فيعن سبيسن لها مريها او قروح بدن وسبيسن لها يعني فردها هو ناكسن دوبر خو بدن غورسن لها يعني برافون كيودو كي هو ناكسن مركا او برسن لها ما حكى هذه لها ما انت حكم يا هارين كتابنا كما هارين حسنا ما يشين دعنا ما هلين فروى ابو يوسف با وحكوا في ثوب خلق مربى لي يسقو خدان ايو اركي ابو يوسفنا ديواني قاضي القضاة من قضي قاضي قضاه الدنيا لو بخيي وي او يعني قضاه المسلمين دي خليغا جوغي خليغا صدخده امير المؤمنين تا ايو خليغودي قاضي القضاه دها فارسل اليه ثياب النفيس مريه في عن يودري فلم يقبلها ما اقبلين ويسك ديدي فقال وحو عجل لكم اذيك والدي سو ددجيو ابو يوسف الدنيا ليدي كسي وحو غيغي ني ماركا دلالالك الدنيا ليدي كسي وأجل الله أننا ونلو دب دقايو آخر أي مركا نوغو دم يسابوري إسكا هاي سمركا مريحا ولعل وحا لغي أبايو إنما لم يقبلها آن وأغبر وإن كان قبول الهدية سنة
هديد أقبل كيد السنة ها هذه وتهاد وتحابوا ديسو هديية مركا ويد الشعلان دون تان اللي يريم نبي يقول كان يقبل الهدية ويثيب عليها هدية واقبل يشرو ونكا أبالين شريم إنما لم يقبلها وإن كان قبل هدية السنة واللي ما رأى وحار كأن في ذلك مذلة لنفسه إن أي مذلة وقسوة نفديسة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمن ومسقنا أن يذل نفسه نبدي سينو ذليا مؤمن أمي سقنان حديث كان ترمذي أحمد يا أبي علي باوريني شيخ الباني نمرك أو تصيحنا يعني ابن عدي يمرك رواية كرو إليهين وأيضا مرك ضعيفنا وإيشرتا وحارو لها ليس للمؤمن أن يذل نفسه مرك سأل يا رسول الله كدو ليني مرك سأل يتعرض للبلاء ما لا يطيقه وحان كرين بلاء كرين أيوب بعدك يوسف سيدينية ليس للمؤمن وصل أن يذل نفسه مفدي سين ذلي وحارد قبل كرين بلا يا أنا دب بعدي كرين وأد مركا يسكت أرضا دونته أما ومد أدمد حوج ليسو وأذلين مركا نفدا دي أذلي سو حد قبل كرتو أيوم بعد قبل يسا ولا يتوفر فلو قد دقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست